تعالوا نعمل صينية البطاطس مسقعة. مقاديرها على الشاشة، بسيطة وسهلة في متناول الجميع. أول حاجة يا عم الشيف هعصج اللحمة المفرومة. هنعصجها ازاي مع بعض واحنا واقفين كده؟ لحمة مفرومة، نشوف المقادير يا أستاذة رحاب بعد إذنك. مقادير صينية البطاطس أو مسقعة البطاطس تعملها مع بعض ازاي؟ والمقادير على الشاشة. بطاطس أنا اختصرت الوقت، مقطعها شرايح ومحمرها في الزيت بلدنها يعني، واخده نص تحميره. ومعانا لحمه مفرومه وطماطم وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وجبنه موزاريلا وبيض في المكونات. حلو الكلام؟ شيف الفلفل ده كده نقطعهم، انا حابب ان احنا نحطهم مع المسقعه بتاعتي. فلفل حار، بس تسالي طبعا ضيوفك، ولو حماتك عندك جايه زياره قولي لها يا حماتي انا النهارده شفت الشيف المغازي بيعمل صينيه بطاطس مسقعه بس حط فلفل حار. انت عايزه فلفل حار؟ انت خسرت حاجه؟ هم خمس كلمات بس، ده حاجه كبيره عندها. هتقول لك البنت دي مرات ابني، والله العظيم تسلم ايديها وتدعي لك دعوتين حلوين بنزين الحياه. ليه؟ علشان سالتيها ان هي بتحب الحار ولا مش الحار. هي بقى هنا هتجامل بقى، هتقول لك والله اسالي محمد او اسال احمد اذا بيحب الحار حط. قولي لها انا بسالك انت يا تيتا يا نينا يا ماما. هنا الموضوع كبير بسيط، وانت كده كده داخله المطبخ وكده كده بتعملي مسقعه، بس خسرت حاجه؟ ابدا بالعكس. هو ده الكلام اللي انا بقوله دايما وبكرره، المطبخ مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه بين ايدك. فلفل ده كده قطعناه وشلنا البذر بتاعه عشان انا مش بحبه، ونقطعهم ونفرمهم بالسكينه ناعمين كده بالشكل ده كده اهو، احطهم على اللحمه المفرومه، وده برضو اختياري. معايا صوص طماطم مفروم في الخلاط، ممكن تقشر الطماطم، ممكن بعد ما تضرب الطماطم تصفيها زي ما انت عايز. احنا مش عايزين نكلكع الدنيا، علشان انا دوري ان انا بسهل لك المطبخ. حلو، لما بقول بساطه السهوله مرونه مش من فراغ، دي خبره طهويه، خبره السنين حضراتكم عارفين وعايشين معايا ومتابعين معايا عينيا، وبنقول ازاي ان احنا نعمل اي اكله نفسنا فيها بطريقه سهله وبسيطه. بوسع كده للفلفل الحار. حلو، وبنزل بالفلفل ده كده. حلو، وفي قلبيه فص ثوم محترم. فص الثوم ده طازه، بلاش الثوم الباودر مع الاكلات اللي هي البيت الحلوه، لان زمان اهالينا اللي كانوا يعرفوا توم باودر ولا بصل باودر ولا كله بصل وتوم من الحصيره من البيت. ونقلب كده. فكره الشيف المغازي عشان اللحمه ما تكلكعش وعشان اللحمه تبقى مفلفله، سواء مطلعاها من الثلاجه او جايباها من عند الجزار، بتعملي ايه؟ سمعي ورايا بقى كده، حافظين اكيد يعني. بنحط معلقه ميه بتغلي كده اهي اهي، بس خلاص، واسيبها على النار واغطيها، وخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحمه اتعصجت ازاي والانسجه والمسام بتاعتها فكت ازاي. الكلام ده بعد الفاصل، وهنتبلها مع حضراتكم، والفينش الاخير او اللحظات الاخيره لعمل صينيه بطاطس مسقعه باللحمه المفرومه والبشاميل بالتاكيد هتعجب حضراتكم، لانها قيمه غذائيه عاليه جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا حطيت بالامانه يعني والمصداقيه اللي تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى، حطيت صوص الطماطم. ليه يا شيف؟ عشان اكسب وقت. الكلام لما يبقى حلو والقعده حلوه وتبقى واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه، الوقت بيعدي بسرعه، فجاه بتلاقي الظهر اذن، فجاه بتلاقي العصر اذن، وانت واقفه في قلب المطبخ. ليه؟ سرحانه مع الاكله، بتدندني. حلو، انا نفس القصه، فجاه بلاقي الاخراج والاستاذ رحاب والاستاذ احمد شفيق، وقت خلص يا شيف، بزعل. عايز اقول لحضراتكم الخبر السيء اللي بسمعه دايما وانا شغال، يقول لك معاك دقيقتين ثلاث دقايق. بصراحه انا ما بزعلش غير كده، بس يقول لي يا شيف انا اقول لك معاك 20 دقيقه 15 دقيقه، كاني اديت لي هديه 30 دقيقه، يا سلام بتبسط قوي. المهم اللحمه المفرومه على النار. نعم يا فندم حبيبتي، معانا اللحمه المفرومه بتستوي على النار. انا عايز اعمل شويه وايت صوص كده اللي هو صوص بشاميل، بحاجه لطيفه قوي على فكره، هتعجبكم قوي قوي قوي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا حطيت بالامانه يعني والمصداقيه اللي تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى، حطيت صوص الطماطم. ليه يا شيف؟ عشان اكسب وقت. الكلام لما يبقى حلو والقعده حلوه
وتبقى واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه، الوقت بيعدي بسرعه، فجاه بتلاقي الظهر اذن، فجاه بتلاقي العصر اذن، وتقف في قلب المطبخ ليه؟ سرحانه مع الاكله بتدندني. قالوا كده نفس القصه، فجاه بلاقي الاخراج والاستاذ رحاب والاستاذ احمد شفيق وقتك خلص يا شيف، بزعل. عايز اقول لحضراتكم الخبر السيء اللي بسمعه دايما وانا شغال، يقول لك معاك دقيقتين ثلاث دقايق. بصراحه انا ما بزعلش غير كده، بس يقول لي يا شيف انا بقول لك معاك 20 دقيقه 15 دقيقه كاني اديت لي هديه، 30 دقيقه يا سلام بتبسط قوي. المهم اللحمه المفرومه على النار. نعم يا فهد حبيبتي، معانا اللحمه المفرومه بتستوي على النار. انا عايز اعمل شويه وايت صوص كده اللي هو صوص بشاميل، بحاجه لطيفه قوي على فكره، هتعجبكم قوي قوي قوي. شايفين اللحمه المفرومه انسجمت مع البطاطس ازاي؟ البطاطس هنا نص تحميره، اللحمه المفرومه انا مغذيها سمنه وتوابل وبهارات، حاجه حلوه قوي. هعمل ايه بقى التركيه؟ شفت ده؟ ايه ده يا شيف؟ قد ريحان حلو، اللحمه المفرومه بتحب الريحان الاخضر، يوم لما اضرب المعلاه في قلب الصينيه واغوص يطلع لي ورقتين ريحان حلوين كده، تفصل الطعم والريحان حاجه لطيفه، المعده بتزغرط لما بتشم ريحته، حاجه بتلطف المعده كده، زي ما بتجيبي حاجه كده معطر وترشيه في الصالون، يخش الضيوف يقولوا لك ايه الريحه الحلوه دي، المعده نفس القصه. خلي بالك تحط روزماري في الاكل، تحط ريحان، تحط نعناع. هنحط الطبقه الثانيه من البطاطس، هي خلصت كده، هتدخلها الفرن خمس دقايق وخلاص، لان عند البطاطس نص سوا، اللحمه المفرومه متعصجه، الوايت صوص اللي انا عامله هياخد بيضه دلوقتي واحطه على الوش مع شويه جبنه عشان تبقى ايه تغليفه حلوه، وشغال كده اهوت زي الفل. تمام فكره وجود الريحان ده جديده، انت تحط روزماري، بتحب النعناع حط نعناع، مش عايزه لا ده ولا ده، القرار قرارك. وانا شغال اهو، بطاطس شكلها لطيف وحلوه، مصطفى اكل نصها قبل ما اطلع على الهوا. بعت له مصطفى مين؟ كل مصطفى دلوقتي بيشوفني هيقول لك مش انا. خلوا بالكم. هنغطي كده. ده انا بعشق البطاطس دي لما تتقلي وتتحمر، وارش عليها رشه ملح ورشه فلفل، اقعد اتسلى على الغدا ما يتحط اكون خلصت الطبق بتاعي. تمام؟ بس كفايه كده زي الفل. انا حاطط منديل على فكره علشان يشرب الزيت بعد ما احمر البطاطس. حلو؟ طيب. اللهم صل. البشاميل اللي اخباره ايه؟ هو ده شوف بقى التركايه دي بقى، واحنا مع بعض كده ثواني ثواني. هنحط هنا، هي دي الخبره الطهويه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ البشاميل ده جاي معانا مخرجنا الجميل حبيبي اساتذه المصورين فور سان التلفزيون المصري، شويه البشاميل دول هشتغل عليهم شويه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هحط سنه بابريكا. التركايه بقى الخبره الطهويه بتلعب دور هنا بقى اهو، وشويه زعتر. اديني فرصتي اطلع خبرتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنحط جبنه موزاريلا، ممكن تحط جبنه رومي اختياري على البشاميل. هنحط مع البشاميل ده اتنين بيضه. حلو. ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف مع بعضه. نبص كده عليه، اللهم صل على النبي. حطيت ايه تاني؟ حطيت البشاميل اللي عملته بالحليب الباقي عندي من الرز اللي انا دخلته الفرن. عملت بشاميل خفيف شويه مش تقيل عشان ما يكلكعش معايا. حطيت جبنه موزاريلا، حطيت شويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والزعتر، وحطيت بطين كده، وهاخد الخليط ده كله كده. وانا عارف الصوره الحلوه دلوقتي هتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى بشكل انسيابي، في نغم هنا مزيكا. اللي هنا بقى نازل يغوص بين البطاطس، ونحطها في الفرن يا عم الشيف. الله عليك الله عليك. العب. هطلع دلوقتي صينيه المسقعه. طبعا احنا اتفقنا ان هي كل حاجه مستويه. اللهم صل على النبي. معلش هو الاكل النهارده الفرن كتير يعني، معلش سامحوني، بس احنا عارفين المطبخ المصري مشهور بالطواجن والصواني، هم الابطال. صينيه الجلاش دخلها الفرن شويه، ال10 دقايق عدوا، نحطها على الشبكه كده اهو زي ما قلت لحضراتكم. نبص عليها. صينيه الجلاش نبص عليها. تمام. طيب